كل ده في الاول والاخر انا عندي هدف في حياتي ان انا اوصل ابقى رئيس النادي المصري في يوم من الايام. نفسي انقل النادي المصري في مكان تاني، مش يعني نفسي اخلي النادي المصري فعلا ما يبقاش يعتمد على الراجل الواحد، الراجل اللي بيصرف معاه فلوس معاه ما معهوش خلاص النادي كله خدت يتزنق. السؤال من على لساني، كنت عايز اقول لك لازم يكون معاك فلوس كتير، مش شرط يكون معاك فلوس، اعمل موارد كتير للنادي خلاص يا كابتن. في حد جه على رئاسة المصري ما كانش معاه فلوس كتير؟ هو النادي المصري دلوقتي بيمر بأزمة، بأزمة مالية، يعني يمكن كان من عشان فترة قريبة مفيش حد معاه فلوس، عشان مفيش حد موجود من اللي موجودين معاه فلوس. يمكن الباشمهندس سامر حلبية في آخر المطاف، يمكن في قبل الدوري ما يبدأ على طول، هو اللي ودى الفريق على حسابه. لكن في الأول والآخر أنت المفروض تصرف، وقال لهم كتير سمير حلبية والمجموعة اللي موجودة بقالها كتير. أيا إن كان أنت مش هتفضل موجود أو تفضل تصرف على طول، أنت لازم تخلق موارد كتيرة للنادي. يعني مش عايزين برضه نخش في تفاصيل، هو ممكن يكونوا بيعملوا مشروع او اتنين، لكن انت الهدف كله في الاول والاخر. ليه حلمك ضرب في السقف على طول؟ يعني مثلا مش عضو؟ ليه مثلا مش لا عضو؟ طبعا عضويه مجلس اداره بعد كده ان شاء الله رئيس نادي. يعني انا التحرك الاول انا بحلل التحليل الفني الحمد لله، يمكن بقى لي 3 سنين في التحليل الفني سواء في الراديو او في التلفزيون بطلع، يعني مع لو في حال ماتش النادي المصري او الزمالك ممكن بعدها بطلع اتكلم. لكن الفكره كلها اللي انت حاطط تارجت في حياتك، فانت بتحط مرحله مرحله او سلمه سلمه. يمكن اول سلمه الحمد لله بدات شغال فيها شويه التحليل الفني، وبدأ الحمد لله الناس تسمع شوية. أنا عايزك تسيب بقى كل